السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجور في قناتكم سبور على ديزاد مع قادي. مرحبا بكم خاوتي، بارك الله فيكم على الدعم. الموضوع تاع هذه المره خاوتي عده مواضيع، اهمها ما كتبه عمي حسين جناد او الاعلامي والمناجر حسين جناد، بالاضافه الى هذا خرجت الوزير في ربع الوطن خاصه عين الدفله واشلف لدعم مختلف الرياضات، سواء النخبه سواء شبانيه رياضه مدرسيه وغيرها، الوقوف على المنشات وترميم بعض المنشات، وهذا من دور وزاره الشباب والرياضه. اما الحاجه المهمه كذلك بعض الامور اللي نهضروا عليها، لكن الاهم والفضيحه الكبيره يذكرها عمي حسين جناد عبر الصفحه تاعو في الفيسبوك. انا من المتتبعين للصفحه ورواد الصفحه. نروحوا خوتي ماذا كتب قبل ما نشوفوا شو كتب حسين جناد ونعلقوا. ماذا بكم خوتي كالعاده عاونونا بلايك، بالاضافه الى هذا الاشتراك في القناه اللي موش مشارك، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. ونكرر احتضاري في الموضوع اللي فات خوتي، غلطت ودرت ماندي في التشكيله وهو غير معني، لهذا تقصير مني، اسمحوني خوتي وبارك الله فيكم وسمح خوتي مره اخرى. نروحوا خوتي للموضوع تاعنا تاع حسين جناد. حسين جناد اكتب، نعرفوا حسين جناد كي يكتب عبارة عن قنابل. شوفوا شو كتب خوتي ومن بعد نتحدثوا. عملية النهب ما زالت متواصلة. رئيس الفيرما تنقل أول أمس الاثنين إلى مكتبه، جمع كل أغراضه في كيسين كبيرين من البلاستيك وغادر المقل. بعد ذلك خرج مدير الإدارة العامة وعضو مكتب الاتحاد المكلف بالمالية، وهما يحملان 5 حقائب من الحجم الكبير من الألبسة وأربعة روزم تقاسماها بين سيارتين، وغادر كل منهما إلى وجهته وعليه. إذا فتح تحقيق في الفيرما فنتائجه ستكون كارثية. الفيديو متوفر. قبل ما نبدأ وندخلوا في التفاصيل، واحد ولا في التعاليق قالوا له وراه الفيديو، لماذا لا تنشره؟ ما يطيقش ينشره أولا. اثنين، دليل نتاعو. ثلاثة، تجنب للمقاضاة أو المحاكمة أو يخليه لحماية مصدر تاعو. هما كحسين جناد كصحفي وكمختص في الشأن الرياضي عنده الحق يصور، ربما آخر يحاسبوها في طريق المحكمة ما عندوش دروة يصور بدون إذن، لكن بما أنها هيئة عمومية كذلك في إطار الاستفسار ولا العمل الصحفي الاستقصائي عنده الحق يصور وعدة أمور، لكن ما تيجيش ينشر الفيديو خاطي. حسين جناد اللي راه يقول له انشر الفيديو، ما يتيكش انشر الفيديو، يخليه اللي هو اللي داخل في المحاماه يعرف هذه الامور. المهم هو ذكر وذكر المام اللي يذكرهم، ما يتيكوش يروحوا يشكوا به، ديجا عنده الفيديو، ديجا عنده الفيديو. هذه الامور اللي تواسي نورمالمون يديروا تحقيق، وزاره الشباب والرياضه هي اللي دير التحقيق، وراكم نشوفوا شي يديروا. اللي كتب حسين جناد خاطر، انا نبغي نفصلوه خاوتي نفصلوه. كان رئيس الفيرما قال لك دا اغراضه في ولا عمر زوج ساشيات كما هو كيسين بلاستيكيين ودام، ربما انا تخيل نقولوا بالك دا الاغراض تاعو اوراق اغراضه الشخصيه، كان جاب امور ديكور كذا كذا كذا، ارفدهم خملهم، ربما عرف باللي حان الوقت للمغادره تاعو، خمل كل الاغراض الشخصيه تاعو وداها في دخيك بلاستيك. لكن لي غير مفهوم انه بعد ما خرج، خرج مدير الإدارة العامة وعضو المكتب الاتحاد المكلف بالمالية، وهما يحملان 5 حقائب من الحجم الكبير، وذكر ماذا فيهم؟ قالك من الألبسة وأربعة روزم تقاسماها بين سيارتين وغادر كل منهما إلى وجهته وعليه. إذا فتح تحقيق في الفيرما فستكون نتائجه كارثية، كارثية. الفيديو متوفر على وزارة الشباب والرياضة. هنايا التدخل، هنا راك كيما قال لك بالفيديو بالدليل القاطع، بالدليل القاطع. وهذه هي الميزه تاع عمي حسين جناد، انه ما يكتبش حاجه من الفراغ، ربما لهذا ربما ما يقاضوهش لانه عنده معطيات، عنده دوسيات، عنده اوراق، عنده مستندات، عنده ويجيب الادله. مثلا كل الامور الماليه اللي ذكرها مذكوره في التقرير المالي والادبي، لهذا ربما يجنبه القضاء، وخاصة في الفيديو هذا التصرف تاعو حكيم، هو دراية أكبر دراية مني في هذه الأمور، لكن في الأمور القضائية وكل شيء تصرف حكيم. أذكر خاوتي التفاصيل، وفي الأخير تعرى عندي الفيديو،
غير ما كان لا تروحوا للقضاء، راه عندي الفيديو. واذا بغيتوا كانت هناك هيئه كما حنا نقولوا خارج الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، او الفيرما كما اسمها هو خارج الاتحاديه، بغات تتطرق لهذا الموضوع ارواحوا عندي. وهذا هو خاوتي اللي راه يقول له انشر الفيديو، ما عندوش الحق ينشره لعده معطيات. اولا الدليل تاعو، اثنين باش يتفادى به المساءله، ثلاثه ما يتيكش يديروا لي باش يهرب على التقاضي والمقاضاه وغيرها من الامور، كثير من الامور. مام هادو اللي داو كوني ضروري يروحوا يهضروا ولا عنده الفيديو هما يتباصاو، ولا هو كصحفي قادر في اي تحقيق يروح يقولوا انا صحفي، عندي صحفي نجيب المعلومه، عندي الدروه نصور، عندي كذا، عندي صحافه في اطار صحافه استقصائيه، في اطار اي يدخلها في اي امور، خاصه ان الهيئه عموميه، ان الهيئه عموميه عنده الحق يصور. بغيت نصور جيت نفايت ما صورت شفت هذا الامور، قادر تدخل في التبليغ عن الفساد. هذه هي الامور. انا وزاره الشباب والرياضه لازم تتدخل خاطي. اما وزير الشباب والرياضه شفنا خرجات يا خويا ولا على باله، مش ديها كاع في لا طابت لا انحرقت كيما نقولوا. ها هو راه يقارع، مش باغي يشوش على المنتخب الوطني الجزائري، راه عنده احترازات. رانا نشوفوا في التطورات، خاصه كي سمعنا عمر بهلول مع رضا عباس، رضا عباس خرجها له من التالي خوتي، قالوا لماذا ارسلتوا تاع برونوغاسيون، لماذا كذا، قالوا ارسلناها بنيه طيبه، دروك حنا ما نعرف ماناش عارفين شا كاين شا مكاش. لهذا وزير الشباب والرياضه راه متريث، راه يخلي تفوت استحقاقات المنتخب الوطني. شفنا الضجه اللي صرات هذه الايام، خاصه بعد ظهور اشاعات جمال بالماضي، غادي يستقيل ما يستقيلش، غادي يستقيل، اخبار تقول يستقيل، ونعرفوا حنا الجهات اللي نشرت هذه الاشاعه. متى يكون هناك تدخل حاسم ولقطع كل شيء؟ رانا نقارعوا، يقول لك قارعوا تفوت ال 29 ان شاء الله، عندنا ماتش كونت بوتسوانا تفوت هذاك الماتش، من بعد يكون هناك تصرف اخر. رانا نقارعوا كذلك، ماذا يمكن، هل الفيفا ستتدخل، هل ستتدخل الوزاره، الوزير خالدي ماذا مجهز، شاره مجهز، هل هناك تحقيقات، هل ستفتح تحقيقات، هل ستفتح تحقيقات في نوع الارساليات، هل تتعنت الاتحاديه، خاصه ان هناك اخبار خاوتي تقول خير الدين زتشي اقتنع انه غير مرغوب فيه ولا ما طاقش يواصل في ظل الظروف كما راهم يسموها بعض المقربين منه، انها ظروف غير عاديه سواء للنقد، النقد شكون واحد ما وين يخلي الناس تنتقده، هو يعطيهم المطرق، انت كي تخطأ تخلي الناس تنتقد، وانت دروك يا خير الدين زتشي ماكش رئيس مؤسسه خاصه، راك على هيئه عموميه، هيئه عموميه وخاصه فيها المنتخبات الوطنيه، يعني كل الشارع الجزائري والشعب الجزائري يسال فيها، يسال في المحتوى، يسال في المنتخبات، يسال في الاموال، يسال في كل شيء. لهذا تتعرض للنقد، هذه شيء ظاهر. كون جيت تخدم، لما تخدم تبلع لهم فمهم، تبلع لي انا فمي، تبلع الاخر فمو، تبلع الاخر فمو، تبلع لهم كاع فمهم، كيما جمال بالماضي، جمال بالماضي يخدم خدمته مسكت الناس، كون جاي يخسر ويواسي واسي الناس تنتقدو، لكن عارفينو بلي يخدم، عارفينو راه جاي البيت، عارفينو شادير، وزاد برهن جاب كأس افريقيا. لهذا بعد ما كان الفريق متهلل، لهذا الناس تنتقدك. كذلك خاوتي شفنا خروج بعض المقربين منه يدعموا في مرشحين اخر، شفنا عنتر يحيى خروج عنتر يحيى، شفنا كذلك صح المترشحين سابقين كيما صادي كيما كيما، سنة كذلك في الساحه ظهور اسم عبد الحكيم سرار، الزفزاف كذلك كانوا يقولوا غادي يواسي امورو، وغيرهم من الرؤساء، من سواء الرؤساء الفاعلين حاليا او حتى اللي فاتوا. لهذا الامور ربما نتيجه خير الدين زتشي انسحب وزير الشباب والرياضه راه مجهز حاجه الله اعلم، راه يقارع نقارعوا حنايا، تنتهي مهله الفريق الوطني، مش باغي يشوش، مش باغي يدخل في تفاصيل، مش باغي يدخل في صدامات. وكذلك رانا شفنا ان خير الدين زتشي هو رئيس البعثه، يعني الامور اختلط النابل بالحابل، ماناش فاهمين دروك. حنا الهيئه الرسميه هي وزاره الشباب والرياضه، وزاره الشباب والرياضه نورما مدير لجنه مراقبه، لجنه مراقبه تراقب مثلا يسموه تراقب مثلا التسيير المالي، تراقب كيسموهم مخازن الألبسة وكل هذه الأمور، تراقب دور الأمين العام وكيف راه يتصرف وشكون العمال، العمال نعرفوا حنا العمال أغلبية جابهم خير الدين زتشي بتوليه رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لازم تكون هناك تصفية وأمور كثيرة.
امور كثيره لازم وزاره الشباب والرياضه ضروري. انت صح عندك واجبات على مستوى القطر الوطني حققها، لكن ما تنساش ان اهم عنصر في وزاره الشباب والرياضه او اهم لعبه هي كره القدم، واهم حاجه راهي صاري عليها البوليميك والراي والهضره الاخرى تسمع من هي كره القدم. هذا وجب تدخل وزير الشباب والرياضه. هذه هي الرساله خوتي، تهلاو في رواحكم والسلام عليكم الى مواضيع اخرى. سلام.